بجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة وأرنا مناسكنا وتب علينا
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا وتب علينا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا واجعلنا مسلمين لك
حبيبي دكتور، بارك الله فيك شيخنا، العفو، بارك الله. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما ما الطارق؟ النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر
خلق من ماء دافق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر خلق من ماء دافق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق الله العظيم.